هل تعلم الناس تبحث الناس تبحث اسمع محمد الودعان وسيف الاكرمي يا حسود الناس تستلم هو راتبين من 30 سنه من 30 سنه ما شاء الله انا سمعت ان الرواتب الاشاعات يا سالم حزام انت تعرف سالفه علم انا تعلم علم تعرف سالفه ال اصبر سكر صوت يا بابا الله انت ركز فيك انت عكس صغار اصبر ركز فيك الله يبقى تعمس ويرعدوا السالفه هو صادق ترى والله العظيم طيب معنا سيف الاكرمي سيف يا شباب معنا صديق البرنامج سيف الاكرمي في كوميشن روم طالب مداخله لا ابو عواد لا صديق هو سيف من كثر المطالبه لازم نسوي لك ترقيه لازم تعرف طريق الخط التواصل ابراهيم عواد بالله بس السيوف اللي وراك بالله عدلها تو انت يكفينا سيف واحد يكفينا سيف السيوف اللي وراك شلها هذا سيف السالم شلها قصدك ان اخوياك جمادات صادق ذبحه حلوه جمادات انت توصفهم كذا لا سيوف و لا احتاجتهم لقيتهم السيف في هذا البرنامج واحد وين سيف السالم يا ولد طيب سيف في غمدي هو سيف تفضل سيف صبحكم الله بالخير يا مرحبا ما سيف خشب انت قلت حاجه تقول سيف ما يجينا الا عنده مطالبه ارفع الله ما نسمعك لا انا اقول انت صديق البرنامج عندك مداخله طلب جعل والديكم في الجنه تفضل يا سيف تراك بديل كانوا يبغون يجيبون محمد الودعاني ما لقوه جابوك بديلا ما لك لو انا أنت بديل. لا انا اللي جيت انا اللي جيت هو اللي طالبها ما طلبنا طيب تفضل يا سيف زاد فضلكم اولا الحين انتم اضطريتوا شيء وهو مهم بالنسبه لنا انتم تقول نبي مكيف وفقرتكم ساعه او ساعتين والله يا ابو عبد الله ان المكيف جانا في غرفه النوم يومين ولا عاد لقيناه انت عذب اقسم بالله ان انت عذب في فتره النوم طيب انا كنت طالب مطالبه وكلمت فهد فيها ووصلت الاداره يعني ما شاء الله عبد الله الحربي مهندس صح يعني سلموا الموضوع عبد الله الحربي عبد الله الحربي مهندس المختلف مهندس متخصص مهندس بس ما بحق مكيفات الا يقول انا يقول سلموني اياها انا اضبطها لكم هو مهندس كهربائي ما شاء الله وتخصص في ها مهندس كهربائي طيب والله يا جماعه انهم طيب عبد الله عبد الله اذا انت عبد الله تسمعنا الى تجي لكم في الشروم نناقشك بالموضوع خلوها برنامج واقعي ترى يعني طيب مكيف مو دكت هذا دكت الله يجزاك خير لا عارف عارف يعرف له اي يعرف له هو هي مشكله المكيف مش في الدقيق هي المشكله مش في الدكت ولا في الكهربائيه شو اسمه كمبروسريون ولا مشكلته في الطاقه الكهربائيه اللي توصله فعبد الله تخصص الطاقه الكهربائيه يا ولد متخصص ولا بينتبه انا سمعت له وعد انا كنت اشوفه في احد الظهريات قال سلموني المكيف او التكييف والكهرباء تفضل يا عبد الله ارحب مرحبا تعال حياك الله عبد الله السلام عليكم عليكم السلام منور من زمان ما شفناك والله اتمنى ما اشتقتوا لي اشتقنا لك والله طيب عبد الله كان لك حديث قبل فتره انا شفته مع الشباب وقت الظهر او العصر كنت تقول مساله التكييف لو سلموني اياها كامله بحكم تخصصك في الهندسه الكهربائيه صح؟ اي نعم انك تقول انا مستعد احلها صحيح؟ صحيح طيب هذه مطالب الاداره في عندك متسابق يا اخي مشوا مع كاميرا والله رياليتي والله هذه الاحداث اللي المفروض مدير الاعداد يستغلها انك تجيب كاميرا وتمشيها مع عبد الله وهو يحل هذا تقرير بدال حياه متسابق يمشي لي مع خيل وهو ما عمره ركب خيل في حياته ولا يركب لي جمس ما لها علاقه مو بحياته في هذه حياه متسابق حقيقيه جيبوا كاميرا خلوا عبد الله يصلح الكهرب لنا ويكسب اجر فينا دمكم ما لقيتوا احد يستطيع امانه شوفوا امانه يا سيف وانا واقف على الموضوع الاداره ما قصرت والله وانت تعرف وعبد الله يعرف جابوا مولدين اثنين مش واحد جابوا اثنين ورفعوا الطاقه الكهربائيه حسب تحمل المنطقه المنطقه لها حد معين ما تقدر تتجاوزه في مساله الوات فهم جابوا والامبيرات فهم وصلوا لاعلى حد ومع ذلك جابوا مولدات احتياطيه اثنين وما عندهم مشكله يرفعونها لثلاثه بس المشكله مش في المولدات المشكله في المهندس القادر على توزيع الاحمال الكهربائيه داخل المنطقه انا مهندس ديكورات وايضا افهم في الهندسه الكهربائيه فعبد الله عندنا اليوم عبد الله خاف يحترق ولا يجي لا لا يعرف مهندس يا ابو يا ابو حزام دقيقه يعني يا جماعه الخير اعطيه دوت السلامه يا شباب بالله قصروا لي صوت السماعه تكفون والله صدعت قصر لي يا عموني تدري ايش مشكلتنا احنا لما يجي ابن البلد الله المتعلم اللي درسها دراسة وتفنن في دراسته وعرفها وأخذها بالعلم مش بالتجربة يجيني من ديرته ويجرب عنده عامل ويتعلم ثلاثة شهور في بيوتنا ويجي يحوس لك الكهرب الآن ما حاس المنطقة إلا بسبب اللي بدأ في بداية البرنامج جاب ناصر مهندس
حاس الاحمال، حط هنا في المنطقه دي 300 امبير وهناك 50 امبير. توزيع احمال كلها. توزيع احمال غلط. ايش رايك؟ فاهم. ايش رايك؟ يجيب حزام يقول ما يعرف، لا يعرف، هذول عيالنا وعيال بلدنا هم المتعلمين والعارفين. استاذ سعود، اول شيء انا مو مهندس طاقه كهربائيه، انا مهندس قوه كهربائيه والات ومعدات كهربائيه. تخصصين بتخصص يعني واحد. تعرف ولا ما تعرف؟ لا اعرف بس سلم الموضوع وازهل. هو يقول سلموني. عندك خبره؟ نعم. يقول سلموني مهندس يا ابو حزام. نعم عندك خبره 6 شهور بشركه الكهرباء. طيب. ما شاء الله. بس وان صار في شيء فيكون على حساب عقوقهم. انت عارف المشكله الان وش يا عبد الله؟ نعم. عرفت المشكله وش؟ نعم. اللي هي ايش؟ الحراره. النابعه من ايش؟ شلون النابعه من ايش؟ يعني مصدر الحراره وش اللي خلاها؟ حراره الجو وعطلت شو اسمه المحول فطفى. ارتفعت الحرارة. ايش عشان تصلحها؟ الحل مبرد. مبرد؟ والله انا اقترحت عليهم. صادق؟ لا لا ما يحتر. تدري شو الفكرة؟ ترى صادق يا جماعة الخير، يعني في احد الحلول اللي اتخذناها انك تحط مكيف على المولد او على العداد. في برنامج سابق، برنامجين سابقة، واحد منها كان عندنا خلل. اللي زي ما قال عبد الله صدق، والله انه صدق. كان عندنا خلل وجبنا مهندس كهربائي. قال مسألتكم بسيطة، افتحوا الطبلو. حطوا مظلة وركبوا هنا مكيف صحراوي قطعا تو المال ينفخ بس ينفخ على ام الطبلون هذا حلو. والمولد قال افتحوا شفاط، يمكن يذكر ابو عبد الله شفاط حق المطاعم الكبير هذا اي ومكيفين ودقوها عشان يدور الهواء، يخرج الهواء خارج ويرجع مع المكيف يخرج ويرجع عشان يبرد. متى ما كان الكيبل والقاطع الرئيسي بارد كان انتقال الامبيرات سلس الى 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 صح ولا لا؟ عبد الله يهتم بهذه الطريقه. طيب عبد الله انا اتمنى تجينا بعد الفقره هنا وانا بدخلك على الاداره نحل الموضوع وانا بسوي التقرير هذا بنفسي باشرف عليه. بدايه من سيف وعبد الله مشاركه هذا اللي يستاهل الحصانه ان شاء الله على حساب سلم حزام. هذا اللي يعطيك العافيه. باقي في موضوع ثاني بالنسبه لي. موضوعك مهم. يلا وشو يا سيف؟ خلاص احنا لا انت يا عبود تفضل. الموضوع الثاني طال عمركم، انتم تكلمتوا قبل شيء عن كثره الفقرات وما ادري وين، انا عندي فقره لها 3 ايام ما سويتها. ابرك. اسمع وعندي يمكن 4 افكار. اسلم. ما يحبك الراجع عشان قلنا مطبقها. خلها على الله. واضح حتى سالم حزام. ما يحبك الراجع، لا يحبك الراجع. ابو حزام حبيبي. يا تفضل. ايه فلي تقريبا عندي 4 افكار او 3 والله اني بطبقها وعارف انها ان شاء الله بتنجح، ما لقيت فرصه. نتخلصون انتم الله يعطيكم العافيه، انتم مزنوقين في الوقت وتزنقوننا ولا خلصتوا جينا قال او والله في حاجه يلا اذن الفجر بعد الفجر يطلع لي فقره. شوف دقيقه احنا اليوم قربنا من 40 في فقره توها جايه في اليوم 38 يعني وش هي؟ بس هي اعطونا فرصه. هو والله نعم فيه وفقرته ما انا ما اسقط عليه شخصيا، انا اتكلم كفكره. احنا تكلمنا فيها اليوم 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 يا ابو عبد الله حديثا. فانت عندك فقره تمام سيف يطالب بفقرته يا فريق الاداء. تدري متى ابيها يا ابو عبد الله بعد اذنكم؟ انا كمتسابق الوقت يفترض انه لي اكثر شيء صح؟ صحيح يا اخي. انا امي وابوي يتابعوني يرقدون على الساعه 10 خلني اسويها الساعه 8. طيب يا سيف سيف انت تدري ايش مشكلتكم؟ مشكلتكم الكبيره انكم تحتاجون مش لازم تستاذوا من احد يا اخي. اطلع على الهواء وجمع زملائك. ما اقدر بيكون في فقره يا ابو عبد الله. لا تقدر تلقون وقت بعد المغرب كل يوم ما في شيء. بعد المغرب يوم ما في شيء. بعد المغرب يا بساتين حلو. لا نادرا. لا تدري كم معنا 40 دقيقه ويلا في فقره. لا يمديك اليوم. طيب اليوم يا ابو عبد الله اليوم بعد صلاه العشاء ما في شيء. ان هذا اللي انا اقصده. فضلنا بس اسمعني خلوا الفقرات يا قبل يا بعد صلاه العشاء وخلوا العشاء لنا. طيب خلنا نسوي فقرات. وصلت مطالبتك. لا تحطونها في العصر حر والله الواحد ما يقدر يسوي اي شيء. يلا ان شاء الله الله يعوضك. الله يسعدك. شكرا. اتمنى الغاء الفعاليات اللي في العصر اصلا يجلسون بالبراد. شكرا لكم. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام. شكرا لنقادنا الكرام. والله انا اليوم يعني يمكن طلعت عن طوري واعتذر لمحمد مسفر مو بنعاتي بس لان الموضوع كان يخص فريق ما له دخل مو عشان احنا انتقدنا هذا الفريق انه يحق لاي متسابق. حتى قالها في الاخير محمد قال انتم تنتقدونهم. احنا ننتقد الجميع هنا لكن ليس من حق اي متسابق انه يسقط اسقاط بشكل لا غير لائق على هذا الفريق او على اي فريق داخل البرنامج. وكذلك ليس من حق النقاد ولا المقدمين ولا انا ان نسقط اسقاط لا يليق بالمتسابقين. فان حصل خطا مني او من الاخوان احنا نعتذر. سم يا محمد. تعال يا محمد. بيض الله وجهك يا ابو عبد الله. كبير يا ابو عبد الله. حياك يا محمد. تعلم منك والله الحلم و... يا حبيبي. لا ايش دعوه يا محمد ارفع عليك. الحديث مو لحالك يا محمد جميعا والله لنا وللجميع.